السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. معاكم ميس إيمان أيمن، معلمة العلوم من معاهد الصف الأزهرية. بإذن الله النهاردة نبدأ مفهومنا التاني من الوحدة الثالثة بعنوان الوقود. طيب الوقود دي، الكلمة دي أنا سمعتها فين قبل كده؟ سمعتها الترم اللي فات لما أخدت إن الوقود ده عبارة إن هو فيه طاقة كيميائية بتتحول لطاقة حرارية، بتتحول لطاقة حركية، بتتحول لطاقة صوتية. خدت الحاجات دي كلها الترم اللي فات. طيب انا برضو مش فاهم او مش فاكر، ممكن يا مس تفكريني اكتر. الوقود ده احنا خدنا ان احنا بنستخدمه في العربيات في السيارات، صح ولا مش صح؟ قلنا ان هو جواه طاقه كيميائيه بتبدا تتحول لطاقه، بتتحول لطاقه حركيه، لطاقه حراريه، لطاقه صوتيه، لطاقه ضوئيه. كل ده فين؟ كل ده في العربيات. طيب بستخدمه فين كمان؟ بستخدمه في الغاز الطبيعي اللي بستخدمه في البوتاجاز اللي في البيت. طيب عباره عن ايه؟ بيجي لي في صوره طاقه كيميائيه، يبدا يتحرق ويتحول لطاقه حراريه وطاقه ضوئيه في البوتاجاز، فاقدر ان انا استخدم ان انا اطبخ الاكل بتاعي او اعمل اللي انا عايزاه. طيب بكده انا اقدر ان انا اعرف الوقود ده على انه ايه؟ اقول ان الوقود ده ماده تنتج طاقه حراريه من ايه؟ من حركها، او عن ايه؟ عن حركها. طيب بستخدمها فين؟ قالك بيستخدم في السيارات. الطاقة الكيميائية بتتحول لطاقة حركية، فعشان كده تدور مين؟ العجلات. طيب انا بقدر اوصل للوقود ده من ايه؟ الاول لازم نعرف ان احنا الاول لازم اعرف ان انا الوقود ده انا بحصل عليه عن طريق حاجة اسمها النفط. النفط ده مادة موجودة في باطن الارض، انا ببدأ ان انا اطلعها واستخرجها من باطن الارض، وابدأ اوديها المصانع والمعامل، فابدأ اطلع منها مشتقات تانية زي مين؟ زي البنزين وزي الغاز الطبيعي وزي السولر. طب المادة دي اسمها ايه؟ المادة دي اسمها النفط. بس كده لا، انا عندي كمان حاجة اسمها الوقود الحفري، وده بينتج من بقايا كائنات ميتة فضلت تحت في باطن الأرض، اتدفنت وفضلت ملايين السنين ومئات السنين لحد ما قدرت انها تتحول لوقود حفري. طيب بس كده، في صور كتير تانية للطاقة، البنزين، الغاز الطبيعي، الفحم، الخشب، كل دي صور من صور مين؟ الوقود. طيب انا عندي طاقة متجددة وطاقة غير متجددة. يعني ايه طاقة متجددة ويعني ايه طاقة غير متجددة؟ اولا الطاقة المتجددة دي هي طاقة بتتجدد تاني وبتغير وبتبقى موجودة تاني بعد استخدامها بوقت قصير. لا طب انا مش فاهم او انا مش فاهمة، انا عندي مثلا زي العربيات اللي نزلت دلوقتي جديدة، او في بعض الالات الحاسبة اللي بتتشحن بالطاقة الشمسية. طيب انا شحنتها الصبح مثلا يا، وفضلت طول الليل استهلك في الطاقة الشمسية اللي انا شحنتها في العربية او في الآلة الحاسبة ديت. طيب وجيت الصبح تاني يوم، هلاقي ان الشمس طلعت، الشمس الطاقة بتاعتها اتجددت وطلعت تاني، وقدرت ان انا اشحن العربية تاني او الآلة الحاسبة تاني. فمعنى كده ان هي ايه؟ معنى كده انها بتتجدد بعد وقت ايه؟ قصير من استخدامها. زي مين غير الشمس؟ زي المية والرياح. طب انا عشان احافظ على الطاقة المتجددة دي برضو، يعني مهما كان ما زودهاش يعني زي ما بيقولوا، فانا لازم ان انا اتعامل معاها بحرص وما اهدرهاش. زي مثلا زي ان انا استخدم طرق الري الحديثة. طرق الري الحديثة بتوفر لي في المية وبتديني كمية المية اللي النبات محتاجها، بحيث ان انا اوفر اكبر قدر من مين؟ من المية. طيب مين بقى الطاقة الغير متجددة؟ الطاقة الغير متجددة دي زي ما كنت لسه قايلة، مثلا زي الوقود الحفري، بيقعد محتاج ملايين السنين عشان يقدر ان هو يتكون لي تاني. طيب الوقود الحفري بس؟ لا، ده كمان الغاز الطبيعي وكمان النفط. طب انا اعمل ايه عشان احافظ عليهم؟ لازم ان انا ارشد استهلاكي عشان احاول ان هو يقعد اكبر مدة زمنية معايا. طيب اعمل ايه كمان؟ او زي ايه مثلا؟ زي ان انا بدل ما كل واحد جايب دلوقتي عربية خاصة بيه وبيستخدمها في ان هو يروح مشاويره او يروح الشغل، لا، احنا نركب الوسائل العامة، وسائل النقل العامة اللي هي بتاعت الحكومة او الباصات اللي هي الكبيرة، بحيث ان انا اوفر وقود كذا واحد، بدل مثلا ما كل واحد فينا يستهلك الوقود اللي هيروح بيه، لا احنا كلنا 10 مثلا 20 نستهلك وقود واحد، كمية واحدة مثلا لتر واحد في اليوم. طيب انا عندي ايه زي انواع الوقود اللي عندي؟ زي الوقود الحفري والوقود الايه؟ الحيوي. طيب تعالوا نتعرف عليهم، الوقود الحيوي والحفري دولت. عندي الوقود الحيوي،
الوقود الحيوي دوت وقود متجدد. ليه متجدد؟ ليه من مصادر الطاقة المتجددة؟ لأنه هو أنا بنتجه من النباتات. طب هي النباتات دي عشان تكبر محتاجة ايه؟ مش محتاجة غير مية وشمس، واحنا لسه قايلين ان الماء والشمس طاقات متجددة، فمعنى كده ان انا ممكن اوفر الوقود الحيوي بشكل سهل جدا. طيب الاساس ايه للوقود الحيوي؟ الشمس. ما هو النبات محتاج ايه؟ النبات اهم حاجة الشمس، اهم حاجة ان يكون فيه ضوء. طيب هو من مصادر متجددة، طب ما ده احنا عارفينه. طيب وزي ما كل حاجة ليها مميزات، زي ان الوقود الحيوي ميزته ان هو طاقة متجددة، اكيد برضو ليه عيوب. انا لما اجي اوفر الوقود الحيوي، هو انا كده مش بقطع مساحات كبيرة جدا من الاشجار؟ هو انا كده مش بعمل تجريف للاراضي الزراعية؟ مش بعمل ازالة للغابات؟ طيب انا قطعت مساحات كبيرة جدا من الاشجار، عملت تجريف للغابات، طيب هل النبات هيكبر بمعدل اللي انا قطعت بيه؟ لا طبعا، ما هو مهما كان النبات ده ممكن يقعد بالشهور والسنين على ما يكبر ويقدر ان هو يعمل لي مثلا شجرة كبيرة حلوة، صح ولا مش صح؟ معنى كده ان هو هياخد وقت طويل، فانا برضو ما زودهاش ان انا اقعد استخدم في الوقود الحيوي واقعد ان انا اجرف الاراضي الزراعية والغابات. يبقى من عيوبه الحصول عليه يتم قطع مين؟ الاخشاب بكميات هائلة، وفي المقابل تنمو هذه الاشجار ببطء وتستغرق وقت ايه؟ طويل. طيب قطع الاشجار يؤدي الى حدوث ازالة الغابات، مما يؤثر سلبا على البيئة. يجب ترشيد استهلاك الخشب حتى ايه؟ او لكي لا ايه؟ ينفذ. طيب تاني نوع من الوقود عندي هو الوقود الحفري. مال الوقود الحفري دوت؟ لسه قايلين ان الوقود الحفري بينتج من دفن البقايا الحية مئات السنين وملايين السنين في الارض. يبقى هو وقود غير متجدد ينتج عند تعرض بعض بقايا الكائنات الحية الايه؟ المتحللة للضغط والحرارة في باطن الارض منذ ايه؟ منذ ملايين السنين. فعشان كده انا اقول عليه ان هو طاقة غير متجددة، لانه بيقعد ملايين السنين عشان اقدر اوفره تاني. طب مين الاساس في العملية دي؟ برضو مين؟ الشمس. طيب عيوبه ايه الوقود الحفري دوت؟ عيوبه ان هو بينتج عن احتراقه غازات، غازات بتسبب تلوث الهواء والاحتباس الحراري. يعني ايه احتباس حراري؟ ان درجة حرارة الجو تفضل تزيد برضو، زي ان درجة الحرارة او الغازات السامة تفضل محبوسة في باطن الارض فتعمل احتباس حراري، الحرارة كأنها محبوسة جوه فدرجة حرارة الارض تفضل تزيد. طيب انا عندي توليد الطاقة، انا عايزة اولد طاقة، عايزة اوفر لي طاقة. اوفر الطاقة دي عن طريق حاجة من الاتنين، يا اما النفط يا اما الماء. طيب النفط ده انا بجيبه منين؟ بجيبه من باطن الارض، من اعماق الارض. لسه قايلين في حتى بعض العلماء قصدي بتقول ان النفط ده ناتج من تحلل كائنات بحرية دقيقة. طيب اعمل ايه عشان احافظ على النفط ده؟ يجب ان انا ارشد استهلاكي من المصادر الغير متجددة، واحنا ده عارفينه، لان هو بيستهلك بايه؟ بمعدل كبير جدا عن امكانيه تجدده، واحنا استهلكناه بيقعد بملايين السنين عشان اقدر ان انا اوفره. طيب احافظ برضو عليه ازاي؟ عن طريق ان انا ما ابطل استخدم السيارات الخاصه واستخدم وسائل النقل الايه؟ العامه الكبيره. طيب المية، المية من مصادر الطاقه المتجدده، بس مع ذلك زي ما قلنا لازم ان انا ارشد الاستهلاك بتاعي، عشان ممكن ان يجي وقت والميه دي تنفذ، صح ولا مش صح؟ زي مشكله سد النهضه، ما هو ده هيأثر علينا بالسلب، منسوب الميه يفضل يقل رغم ان الميه مصدر متجدد، بس ممكن مهما كان ينفذ. طيب احافظ عليه ازاي؟ ان انا اقفل السنبور بتاع الميه، اقفل حنفيه الميه بعد ما استخدمها على طول عشان احافظ عليها. طيب انا بكون الوقود الحفري ده ازاي؟ انا عايز اعمل وقود حفري كده. اولا لازم يكون عندي كائن حي ميت ويكون ايه؟ بقاله كتير جدا. طيب ابدا ان انا ادفنه تحت حاجه اسمها الصخور الرسوبيه. طيب يفضل الكائن الحي ده مدفون تحت الصخور الرسوبيه تحت ضغط درجه حراره كبير جدا مع ملايين السنين، لحد ما يصبح ايه؟ فحم او نفط او غاز طبيعي، ابدا ان انا استخرجه واخرج منه اللي انا ايه؟ عايزاه. طيب كلنا بقى عارفين ان احنا بنولد الكهرباء في مصر عن طريق السد العالي، بس هل يا ترى السد العالي يكفي مصر كلها؟ لا طبعا. فعشان كده دلوقتي احنا بقينا بنلجأ لإحراق الغاز الطبيعي والنفط عشان اوفر مين؟ اوفر الكهرباء. طيب ده كله يؤدي الى
نفاذ الغاز الطبيعي والنفط، يبدأ الغاز الطبيعي والنفط يخلصوا، يبدأ ان انا كمان اعمل تلوث في البيئة. طيب بس كده؟ لا، ده احنا كمان مش مكفيين مصر كهرباء، عدد الناس ده كله مش مكفيينه كهرباء. عشان كده حتى الفترة الأخيرة بقى بيحصل انقطاع للتيار الكهربي ايه كتير. طب انا اعمل ايه عشان اصلح اللي بيحصل ده؟ احاول ان انا ارشد استهلاكي ازاي برضو؟ ان انا اطفي المصابيح بتاعتي اللي انا مش مستخدماها، يعني مثلا انا خارجه من الاوضه بتاعتي اطفي النور بتاع، خارجه من المطبخ اطفي النور بتاع، ما سيبهوش قايد لحد لما ماما لازم هي اللي تيجي وتطفيه. صح ولا مش صح؟ صح. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ايه كمان ممكن يسبب لي تلوث للمدن وللبيئه اللي انا عايش فيها. طبعا انا لما بحرق الغاز الطبيعي للكهرباء ده بيسبب لي تلوث، بس كده كمان احتراق الوقود ده زي مثلا ايه؟ زي عوادم السيارات، او مش السيارة اصلا، كل الحكاية ان هي بيبقى فيها بنزين، فالبنزين ده بيتحرق فيبدأ يطلع لي في دخان وعوادم تلوث لي البيئة. صح ولا مش صح؟ صح. طيب كمان اختلاط المبيدات الحشرية. طيب زي ايه اختلاط المبيدات الحشرية؟ انا عمالة استخدم في مبيد حشري على الاراضي الزراعية، اجي اكلها او بلاش، تيجي درجة الحرارة ترتفع فتبدأ الايه المية اللي فيها مبيد حشري تطلع في صورة غازات وتعمل سحب، بعدها ترجع تاني السحب دي تنزل فتبدأ تأذي الكائنات الحية. المواد الكيميائية المستهدفة في المصانع، المواد الكيميائية الضارة اللي أنا عمالة استخدمها في المصانع والغازات والعوادم اللي عمالة تطلع لي من المصانع، كل ده بيأذي البيئة، وخاصة المدن الكبيرة اللي فيها كمية كبيرة من المصانع وفيها ناس كتير والحاجات دي كلها. طيب ايه كمان التلوث الناتج عن حرق الوقود؟ انا لما احرق الوقود دوت زي عوادم السيارات او في المصانع، ايه يعملولي؟ يعمل لي حاجه اسمها الامطار الحمضيه. ايه الامطار الحمضيه دي يا مس؟ اولا احنا عارفين ان غاز ثاني اكسيد الكربون هو مضر للانسان والحيوان. صح ولا مش صح؟ طيب يبدا احتراق الوقود ده يعلي لي نسبه ثاني اكسيد الكربون، غاز ثاني اكسيد الكربون، فيبدا غاز ثاني اكسيد الكربون ده يتحد مع الميه، تبدا الميه دي تتبخر وتطلع فوق فتكون لي سحب، تبدا السحب دي تنزل لي، تنزل لي بقى وهي مليانه كميه الغاز ثاني اكسيد الكربون ده، يبقى اسمها امطار حمضيه. اسمها ايه؟ امطار حمضيه. ايه كمان بيعمل لي؟ حاجه اسمها الاحتباس الحراري، من اسمها كده احتباس، حاجه محبوسه. طب ايه اللي محبوس؟ الحراره. تفضل الحرارة محبوسة في الأرض تحت الغلاف الجوي، فتفضل الحرارة محبوسة تحت، فتفضل درجة الحرارة ترتفع. حتى الفترة الأخيرة بدأنا نسمع كلمة إن الصيف بقى بيجي حر جدا، بسبب إيه؟ بسبب الاحتباس الحراري. طيب ادي اهوت غاز ثاني اكسيد الكربون يبدأ يطلع يتحد مع المية ويكون لي ايه؟ يكون لي سحب، تبدأ السحب دي تنزل في صورة حاجة اسمها امطار حمضية. عايز اقولك ان الامطار الحمضية دي مؤذية جدا، مؤذية للكائن الحي، مؤذية للمباني، مؤذية للاراضي الزراعية، مؤذية بشكل كبير. فعشان كده كمان اضرار حرق الوقود دي ايه؟ اضرارها ان هي بتسبب موت الاشجار وتغير الطبيعة الكيميائية لمين؟ للتربة. طيب انا عندي اكيد مش كله عيوب، اكيد في مميزات، بس المميزات دي لمين؟ المميزات دي للطاقه المتجدده. طيب الطاقه المتجدده دي بتخلي درجه حراره الارض ما ترتفعش، حاجات طبيعيه نظيفه. الطاقه المتجدده دي لو فكرنا فيها هنلاقي ان عباره عن ايه؟ الطاقه المتجدده عباره عن شمس، رياح، ماء، نباتات، دي حاجات طاقات متجدده. طيب كل دي حاجات بتلوث للبيئة؟ لا طبعا ما بتلوثش البيئة. يعني الشمس هتلوث البيئة؟ لا طبعا ما بتلوثش البيئة. فعشان كده هي بيئة نظيفة، وكمان ما بتسببش احتباس حراري. طيب زي مين؟ زي الشمس والرياح والفحم النباتي والمية. طيب عندي مين كمان؟ عندي الأخشاب، الفحم النباتي، الإيثانول، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والزيت النباتي. كل دي صور من صور الطاقة المتجددة. طب مين من صور الطاقة الغير متجددة؟ الغاز الطبيعي، الفحم، البنزين، كل دي حاجات احتراقها بتأذي البيئة ووجودها بيأذي البيئة. زي مين كمان؟ الفحم، الكيروسين، النفط، الغاز الطبيعي، البنزين، كل دي حاجات مؤذية للبيئة وبتسبب لي احتباس حراري. طيب نقف لحد كده وبكده نكون خلصنا مفهومنا. أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.